شهرين لو 2 جويي عامل اوبيراسيون تاع غريف دو كورني دبرني لو كورني كان بالسيف. يعني احنا كنا خايفين عليه من النسمه يجوا هما يضربوه وكي خرج الواحد من التيران خاطر هي الحكايه بحدا التيران بحيبي خرج الراجل من التيران قالوا لي خل نضرب الكلب انا بوليس نربي فيه قول الراجل ليه نعرف وانت متربيش يعمل ما عمل شيء كي شاف العباد تلمت عليه هز رواحهم وهربوا بالكهرباء الماتريكول نتاع الكهرباء اللي صوروها شهود عيان طلعت الماتريكول نتاع البوليس هذايا 3 نجوم نتاع كهربته وكهربته البريفي يعني خويا خرج بعينيه رجع بعين واحده فتنا العقاب فما برشا عناصر تأسس له. العنصر الأول هو التبرير معناتها كي تخرج أنت بيان رسمي معناتها من قبل وزارة الداخلية تقول فيه أنه هذا مجرم هذا معناتها نحن قاعدين نحاربوا في الإرهاب هذا خطاب معناتها في نهاية الأمر يبرر العقاب ويخلي معناتها كأنه فما بناليزاسيون يعني ويعني تبرير لظهر هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية قصدي فتنا العقاب نشوفوا انه في العديد من القضايا المسار معناتها القضاء مش صحيح ما يمشيش معناتها باتجاه التحقيق الجدي حتى نحن كي نحكيو على مزاعم تاع الدين بالطبيعه نحن مانيش قضاة مانيش نقدر نقرروا اذا كان صار ولا لا ولكن القاضي هو اللي قرر والقاضي هذا عنده معناتها بعض يعني الادله وعنده معناتها الطرق الكل باش ينجم يقوم بالتحقيق بتاعه اذا كان هو يتخلى على صلاحيته للجهاز اللي هو متهم بالتعديل وقت برشا اكثر الحالات معناتها شو يعمل القاضي تاع التحقيق يعطي انابه عدليه للامن اللي هو يحقق معناتها في قضيه التعديل بطبيعه هنيه فما اشكال معناتها اساسي اشكال معناتها في طريقه التعامل مع القضايا هذه اللي يخلي ما فماش ديما معناتها نتيجه صحيحه وفما كذلك مساله معناتها الحق في المحامي من البدايه معناتها فتره الايقاف هذه مازالت ما صارتش في تونس على شنو نحكيو كي نحكيو على الاصلاح اذا كان الحاجات الاساسيه معناتها مش متوفره فما هو الرساله اللي باش نبعثوها معناتها للاحزاب الكل هو انه هذه معناتها من بين الاولويات لازمها تكون في المرحله القادمه تاع تونس بعد الانتخابات فما الاليه الوطنيه لمناهضه التعذيب هذه معناتها من الاليات الاساسيه اللي تنجم معناتها تساعدنا على مقاومه ظاهره التعذيب بعد عام تو هي معناتها لها عام اللي تصادق عليها القانون بتاع الاليه وما زالت ما دخلتش يعني مازالوا ما انتخبوش الاعضاء بعد عام مازال فما يعني تعطيل لارساء الاليه هذه دونك يلزم اول حاجه يعملوها يظهر لي بعد الانتخابات وانهم يفعلوا الاليه بتاع مناهضه التعذيب فما القوانين معناتها تاع قانون الاجراءات الجزائيه كيف كيف لازم يتبدل خاطر ما يعطيش الحق معناتها الاشخاص اللي توقفوا انهم يكون عندهم محامي وهذه معناتها من البيابا بتاع يعني اول حاجه لازم تقوم بها معناتها السلطات بعد بعد الانتخابات. يا بن جدو يا كفاف برا روح للبلاد. يا بن جدو يا كفاف برا روح للبلاد. يا بن جدو يا كفاف برا روح للبلاد. كيما قبل 14 جانفي كيما بعد 14 جانفي الفرق الوحيد اللي بعد 14 جانفي اصبح الحديث عليها من الممكن. لانه يعني قبل ما كانش ممكن الحديث على حالات تعذيب. التعذيب في تونس اساسا شنو تعريف التعذيب؟ هو التعذيب شخص هو الاعتداء عليه بدنيا نفسيا من اجل اقتراع اعتراف. في اي قضيه ما كان هذا التعريف الدولي المتعلق بالتعذيب.
غير التعذيب اليوم في تونس. انا اعتبرها استفحلت مستشرات وكبرت، خاصة في الفترة الممتدة من حكم الترويكا إلى حدود حكومة المهدي جمعة. التعذيب اليوم قبل كان مربوط إيسونسيالمون بقضايا الحق الرأي العام في تو، كانت التيتروات معروفة، الانتماء الجماعي غير مرخص فيها، إرباك النظام، تكوين وفاق، تعطيل حرية الشغل، كانت هذه قبل التيتروات. بالنسبة لي قضية التعذيب مربوط، خاطر ما يجيش بوليس تعمل له فورماسيون 10 شهور في سيدي سعد ولا الشبيك، وبعد تقول له برا تعامل مع مواطن. هكا ما ينجمش، لأنه الجريمة عندها مفهوم، عندها مفهومة، عندها ضوابطها. الجريمة نشأت في ظروف معينة، في بيئة معينة، في عائلة معينة. يجيب بوليس يحط ويعمل له 10 شهور في سيدي سعد ويتعامل معاه في البحث، البارع عين واحد طار. في كل مرة نحن رانا جهاز مناعة، نحن في كل مرة باش يموت واحد باش نقولوا راه مات، ونحبوا نكشفوا الحقيقة علاش مات بالضبط وشنو الأسباب اللي أدت للوفاة نتاعو. في كل مرة السيد ناطق رسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، وكيما خلط نروش بالضبط، خلط نروش ما قالش على السلفية يترينو، ما قالش على السلفية لا راهم يعملوا في فوتين وقت العباد هز السلاح. هذه وزارة باللي فيها الكل، جزء من الحكم وجزء من الإصلاح الديمقراطية والعدالة الانتقالية والديمو اللي تحبي أنت، الكل مربوط بإصلاح المنظومة الأمنية والمنظومة القضائية، خاصة الوزارات السيادية هذه. لأنه اليوم راهي 90% النيابة العمومية تحكم في تونس. النيابة العمومية اللي يفهم شوي في القضاء، النيابة العمومية هي اللي تحكم في تونس، ما ثم حتى واحد يحكم في تونس. اليوم استقلية النيابة العمومية مطروح، اليوم مراكز الإيقاف النموذجية. نحن وزارة الداخلية وزارة العدل رفضت أن نعمل زيارات فشئية للسجون وقت هي موجودة في الباس كله. علاش؟ يقول لك أعلمني قبل ب 24 ساعة كي باش تعمل لي زيارة لأحد السجون. وأنا واحد من الناس نحكي انطلاقا أني تجربة السجن عشتها ونعرفها مليح. نعرف معناها التعذيب بالرسمي، الناس ما تعرفش معناها الروتين، ما تعرفش معناها الضوء، ما تعرفش معناها الكافة تاع وزارة الداخلية والكاتريام ايطاج. على هذاك اليوم مجتمع مدني، أحزاب، منظمات، مواطنين، نقابات يلزمها تتصدر ظاهرة التعذيب. لو حتى جات الروح، ما تعذبوش، ما عندكش الحق تعذبوا. هذيك ذات بشرية، هذيك كابيتال، هذاك رأس مال رمزي بشر، خليه حق حق. ثم قوانين، ثم مجالات تعقوبات، ثم فصول، ثم مواد، ثم فقرات، سيعاقب بها، ماكش أنت اللي باش تعوض محل القذف. وشكرا. قتلنا ولادنا، سيدنا وسيادنا، قتلنا ولادنا، سيدنا وسيادنا، قتلنا ولادنا، سيدنا وسيادنا، قتلنا ولادنا، سيدنا وسيادنا. تشددت في 93 في قضية تآمر على أمن الدولة ووقت كل أنواع التعذيب. حبيت أقول اليوم بمناسبة تنديد بالتعذيب في تونس بعد الثورة، حبيت أقول أولا وبالأساس أنه 14 جانفي كانت نقطة النهاية متاع النظام البوليسي، لكن للأسف اليوم نشوفوا أن النظام البوليسي يستمر في الهجوم. وقت العباد في 14 جانفي وقفت في النهج هذا بالذات أمام الداخلية وتعبى النهج بكل الجماهير متاع العاصمة، ووقفوا متجهين نحو المقر الرمز الرئيسي بتاع الديكتاتور وبتاع الديكتاتورية، قالوا ديجاج. في كلمة ديجاج معناها الداخلية يلزمها تتنظف. للأسف الشديد اليوم الحالة على ما هي عليه، لم يتغير شيء، التعذيب مستمر، الملفات هي بيدها، الناس اللي عذبت ما خدتش حقوقها، المحكمة جمد القضايا الكل ما تخلتش تتعدى، وحتى واحد موصول باش ياخذ حقه، عدالة انتقالية معطلة، ما نعرفوش هذا الكل يمشي يهز. لازم الشعب يفيق ويكون أكثر انتباه، لازم الناس تكون واعية، لازم وحدة صف. نتأسف كذلك اليوم اللي الأحزاب السياسية اللي هو هذا موضوع يوحد الصف ويلم الناس الكل، حتى واحد منهم ما ريته موجود باش يندد بالتعذيب بكل أساليب التعذيب الموجودة في تونس اللي لحد الآن ما زالت ولا تزال.